خالتي. احكي صار لك شي؟ انا كتير اسفة. اسفة ضربت لك رجلي. انا عن جد اسفة، لا تواخذيني. مي مي بدي مي. يلا انا رح اعمل شغلة، بس اعطيني دقيقة واحدة. مي. دقيقة. مي. مي. انتي موجوعة؟ خالتي ردي علي. استني شوي بس، بدي تاكسي. خالتي تحملي شوي. تاكسي تاكسي، وقف وقف لو سمحت. يلا خالتي تعالي معي، على مهلك لا تستعجلي. انتبهي. يلا تفضلي خالي. على مهلك عادي. ماما جيبي لها شي تاكله لو سمحتي. يلا فورا. بعد إذنك. تفضلي كلي. مين بتكون هالمرة؟ وليش جبتيها لعنا على البيت؟ لأنه ضربتها بالطريق بدون قصدي، والمسكينة انجرحت رجلها. بصراحة أنا ما عرفت شو بدي أعمل، وفكرت إنه ما لازم أتركها لحالها بالطريق. منيح اللي جبتيها، مبينة كبيرة بالعمر ومسكينة. صحيح أنت وين لقيتيها؟ أنا لما كنت لحقنيشة فجأة هي وقفت بطريقي. شبكي يا بنتي؟ ماما يمكن تكون هاي المرأة يلي عم بتدور عليها نيشا، وبسبب عم بتخلي أديتيا يعمل اللي بدها اياه. كيف بدنا نعرف إذا هاي هي المرأة ولا لا؟ أديتيا أكيد لازم يكون بيعرفها. رح ورجي هي الصورة واسأله، ووقتها أنا بتأكد. لما كنت صغير يا ابني أمك كانت تحبك كتير وعطول تدللك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.